فيلمنا بيبدأ مع بيث سنة 1970 وبتكون حامل ومسافرة مع جوزها كاميرون لوالدتها عشان تقضي معها عيد الكريسماس، وبيكون طريق السفر طويل وبيتفاجئ كاميرون بعربية بتكسر عليهم وبتخرجهم عن طريقهم وبتسيبهم وتمشي، وبيلاقي ان الجو قرب يليل وبيقرر انهم هيروحوا يقضوا ليلة في اقرب فندق على الطريق. وبتحلم بيث حلم غريب بطفل صغير محطوط على ارقام رومانية وبتقوم مفزوعة من النوم، وبيحاول كاميرون يطمنها ان الاجهاض صعب بيتعمل مرتين ورا بعض، وان لما حصل لها اجهاض اول مرة كان غصب عنها، وبيسيبها نايمة وبيدور على مطاعم قريبة يجيب لها اكل منها، وبيركب عربيته بيلاقي ان مفيهاش بنزين، وبيرجع لاوضته بيلاقي ان مراته اختفت من مكانها وبيفضل يدور عليها وما بيلاقيهاش، وبيتصل بالشرطة وبيبلغ عن اختفاء مراته، وبيجي الشرطي يدور في الفندق اللي هو قاعد فيه، وبيروح يسأل هانك صاحب الفندق، وبيتعامل معاه بطريقة باردة بتعصب كاميرون وبيتخانق معاه، فبيقبض الشرطي على كاميرون، وبيلاقي هانك بيقول انه يدور عليها لحد ما اللي اخدها يسيبها وانه هيلاقيها قريب، وبتصحى بس وهي في أوضة مهجورة وسط تلج وبطنها متخيطة بعد ما ولدت، وبنامش جنبها، وبتلاقي لبس عليه أرقام رومانية، وبتلبسه وبتطلع من الأوضة اللي هي فيها، وبتلاقي جنبها أوضة تانية بنفس الشكل لكنها فاضية، وبتخرج برا المبنى وبتلاقي نفسها في وسط صحراء، وبتفضل تجري من المكان لحد ما بتوصل لبوابة حديد مقفولة ما بتقدرش تعدي منها، وبتدوخ وبتقع في الأرض، وبتلاقي قدامها تلات أمهات لابسين زيها، وبتحاول واحدة فيهم اسمها فيرونيكا إنها تفوقها وبتقول لها إنها شغالة دكتورة، وبتعرفها على إيفي وأليسون اللي ما اتكلمتش من ساعة ما لقوها، وعرفوا اسمها من السلسلة اللي هي لابساها، وفجأة بيسمعوا صوت قوي جاي من مبنى جنبهم، وبيدخلوا وبيمشوا ناحية الصوت، فبيلاقوا خط دم في الارض، وبيمشوا وراه وبيوصلوا لواحده زيهم، لكن بتكون بطنها مفتوحه، وبتقول ايفي ان في حد هو اللي فتح بطنها لان ايديها ما عليهاش دم، وفجاه الام بتفوق وبتقول لهم لو حد عاش منهم ينقذ ابنها اللي لونه ازرق، لكنهم ما بيفهموش قصدها وبتموت، وبتقول لهم بث انهم لازم يدفنوها ومش هيسيبوها موجوده في المصنع، وفي نفس الوقت بيكون كاميرون لسه موجود في عربيه البوليس وهيتنقل للمركز بتاع الشرطه، لكنه بيقرر انه يخطف مسدس الشرطي وبيهدده بيه، وبيجبر الشرطي انه يقف وبياخد عربيته وبيرجع تاني للفندق، وبتكون بث واللي معاها دفنوا الام، وبيحاولوا انهم يفهموا يعني ان طفلها ازرق، وبيخمنوا انه ممكن يكون مرض او كدمه فيه، وبتعرض عليهم ايفي انهم يحاولوا يهربوا من المكان، لكن بث بترفض انها تسيب المكان من غير ما تاخد طفلها معاها، وبتلاقي ان اليسون وفيرونيكا موافقين على رايها وبتنضم ليها ايفي، وبيتقسموا مجموعتين وبتروح اليسون مع ايفي، وبيدوروا في الدور الارضي للمبنى اللي كانوا فيه، وبتلاقي صندوق مليان كاميرات، وبتدي ايفي كاميرا لاليسون وبتقول لها تخليها معاها يمكن تستخدمها، وبتسيبها وبتبعد عنها، وبتفضل اليسون تدور على ايفي، وبتدخل في مكان ضلمه فيه حشرات كتير، وفي حشره بتدخل في شعرها وبتخضها، وبيوقع الكشاف من ايد اليسون وبتوطي تجيبه، ولكن بيكون في واحده واقفه وراها، وفجاه بيسمعوا صوت صريخ اليسون، وبيجروا كلهم عليها وبيلاقوها مقتوله وبطنها مفتوحه، وبتاخد فيرونيكا بالها ان في مشبك اخضر جوه جرح بطنها وما بيفهموش ايه لازمته، وبتروح ايفي للكاميرا اللي كانت مع اليسون قبل ما بتموت، وبتلاقي انها مصوره صورة لظهر الأم اللي قتلتها، وبيعرفوا إن واحدة زيهم هي اللي بتقتل فيهم بدون سبب، وبيكون كاميرون وصل للفندق وبيدخل على هانك وبيضربه وبيقول له ايه اللي حصل لمراته، وبيقول له هانك ان كل مده بتتصل بيه واحده ست، وبتساله لو كان في ستات حوامل عنده في الفندق، وبتخطفهم وبتوديهم للمبنى المهجور اللي في اخر الطريق، وبيتحرك كاميرون على المبنى، وبتكون بث ومعاها الباقي بيكملوا تدوير في المبنى، وبتلاحظ فيرونيكا ان الارقام الرومانيه اللي على ظهرهم مختلفه، وان كل واحده ليها رقم زي ما ايفي رقمها 606 واليسون 605 وبث 608، وبيلاقوا في الاوضه اللي قدامهم 6 اطفال موجودين ومقفول عليهم بالحديد وما بيقدروش انهم يفتحوا عليهم، وبتاخد بث بالها ان كل طفل مربوط في رجله مشبك بلون مختلف، وبتفتكر كلام الست اللي قالت ان ابنها لونه ازرق، وبتقدر انها تتعرف على ابن اليسون لان معاها المشبك الاخضر اللي كان موجود في بطنها، وبتقول بث ان الست اللي بتقتل فيهم عارفه موضوع المشابك وانها بتفتح بطنهم عشان تشوف الوانهم كلهم، وساعتها هتعرف ابنها من غير ما تفتح هي بطنها، وبتقترح عليهم فيرونيكا انها ممكن تعرف لهم الوان المشابك اللي فيهم من غير ما تضرهم، وانها شافت معمل فيه ادوات جراحه وتخدير، وانها تساعدهم يتعرفوا على اولادهم، وبيطلعوا من المبنى وبيروحوا للمعمل، لكنهم بيشوفوا كلبين مصورين قدامهم وبيجروا وراهم، وبيحاولوا انهم يهربوا منهم، وبتستخبى ايفي في برميل، وبتقع فيرونيكا وبيث في حفره غويطه وبيغمى عليهم، وبيكون كاميرون في طريقه للمكان اللي هانك وصفه له، لكنه بيدوس على فخ مسامير وبتتقلب العربيه بيه بعيد عن الطريق الرئيسي، وبتفوق بث من الاغماء وبتلاقي ان فيرونيكا رجلها مكسوره ومش قادر تقف عليها، وبتقدر بث انها تطلع من الحفره اللي هم فيها، وبتقول لها انها تدور لها على اي سلم تطلع عليه،
وبتكون ايفي كل ده مستخبية تحت البرميل وبتبدأ تخرج وتظهر على اصحابها وبتدخل في بوابة بتعد اللي بيدخل منها وبتكون هي رقم واحد وبتمشي في ممر وبتلاقيه مسدود وبترجع تاني وبتلاقي ان البوابة مكتوب عليها رقم 2 وبتفهم ان في حد دخل وراها وبتفضل تدور على اللي دخل من البوابة لحد ما الام بتمسكها وبتقتلها وبيبان ان في حد بيراقبهم من الكاميرات وبيكون مقسم 6 ملفات قدامه بين اللي عايشين واللي ماتوا وبتدور بيث على صناديق او سلم عشان تساعد فيرونيكا انها تطلع عليها لحد ما بتلاقي كارافون وبتدخله تدور فيه على اي حاجه تساعدها لحد ما بتلاقي راجل معاه عربيه حاطط فيها ايفي بعد ما اتقتلت وبيدخل الكارافون وبياخد باله ان بيث مستخبيه وراه لكنه بيكون معاق وبيفضل يقول ان ممنوع حد يدخل بيته وبتحاول بيث انها تتعرف عليه وبتعرف ان اسمه دانكن وانه ابن ميس شيبرد المسؤول عن المبنى وانه مش مسموح له انه يتكلم مع حد وان كل شغلته انه ينظف وينقل الجثث وبتديله بيث حلويات كانت لاقيها في المبنى وبتشوف ان معاه مفاتيح كتير وبتساله عليهم لكنه بيحاول يهرب منها لحد ما بتنط عليه وبتسرق المفاتيح اللي معاه من غير ما ياخد باله وبتسيبه يكمل هروب وبترجع لفيرونيكا وبيكون معاها صناديق حديد عشان تطلع عليها وبتخرجها من الحفره وبتقول لها ان ايفي ماتت وانها لقت مفاتيح ممكن تفتح بيها اقفاص الاطفال وبتسندها بيث وبيقعدوا في عربيه مهجوره وبتحاول انها تعمل لها كبيره مؤقته لرجليها عشان تقدر تمشي عليها لكن بياخدوا بالهم ان في عربيه نقل متجهه ناحيتهم بسرعه وبيهربوا من العربيه المهجوره بسرعه قبل ما العربيه النقل تدهسهم وبيشوفوا ام جايه عليهم من بعيد وبيستخبوا في المعمل الطبي وبتحاول فيرونيكا انها تفتح بطنها بنفسها عشان تطلع المشبك بتاعها وتعرف لونه وبتساعدها بيث لحد ما النور بتاع المعمل بيتقطع وبتسيبها بيث وبتقول لها انها تدور لها على مصباح ينور لها ولكن بمجرد ما بيث بتسيب فيرونيكا وبتبعد بتكون الام واقفه ورا فيرونيكا وبتهاجمها وبتطلع المشبك من بطنها وبتيجي بيث تهاجمها وبيتخانقوا سوا لحد ما بترميها بيث على حديده بارزه من الحيطه وبتدخل في الام وبتجري بيث على فيرونيكا عشان تطمن عليها لكنها بتكون ماتت بعد ما بتقول لها ان لون طفلها اصفر وبتبص بيث على مكان الام بتلاقيها اختفت وبتمشي وراء اثار الدم لحد ما بتلاقي الام واقعه في الارض وقدرت انها تجيب المشبك بتاعها وبتقول لبيث ان قدامهم 4 مشابك بس وانها محتاجه المشبك بتاعها هي عشان تعرف مين ابنها وانها ممكن ترميه في البلاعه لكن لو وعدتها انها تاخد طفلها وتربيه هتديها المشبك بتاعها هي كمان وان كل اللي عملته كان بسبب واحده ست قابلتها اول ما فاقت وقالت لها انها لو عايزه تعرف اني ابنها في الست اطفال دول لازم تقتل الخمس امهات وتاخد المشابك بتاعتهم وانها عملت كده في سبيل التعرف على ابنها وانقاذه وبتموت الام قدامها وبيكون اللي بيراقبوها من الكاميرات عرفوا انها الوحيده اللي عاشت من الست امهات اللي كانوا موجودين وبتاخد بيث المشبك بتاعها وبتجري على الاوضه اللي فيها الاطفال لكنها بتلاقي الاطفال اختفوا وبيتقطع النور عليها وبتلاقي ان في حد ضربها وبتتنقل لمكان مختلف واللي بينقلها بيكون هانك والشرطي وبتصحى في بيت وبتكون متكتفه وقدامها ناس بيمضوا على ورق شراء طفلها وبتجي لها ميس شيبرد وتقول لها ان زباينها بيحبوا يشتروا الاطفال اللي امهاتهم قويه لانهم بيطلعوا اقوياء زي امهم وان هي اللي انتصرت من وسط الست امهات وانهم المؤسسه الوحيده اللي بتسمح لعملائها بتقييم الاطفال من خلال امهاتهم وبيجي الراجل اللي بيشتري ابنها ومعاه مسدس وبيقف ورا بيث عشان يقتلها بنفسه وقبل ما بيضرب رصاص عليها بيكون دانكن واقف ورا الراجل وبيهدده بالبندقيه انه ما يضربش على بيث وبتفضل شيبرد انها تامره انه يسيب السلاح اللي في ايده وبتتحايل عليه بيث انه يفكها وبيقول لها دانكن انها معاها كل المفاتيح لحد ما المشتري بيضرب دانكن بالمسدس وبيدوس دانكن بالغلط على الزينات وبيضرب المشتري ومراته وبيقتلهم وبتدور بيث على مفتاح الكلبشات اللي في ايدها وبتفك نفسها وبتاخد سلاح دانكن وبتدور على شيبرد في البيت وبتلاقي الأوضة اللي كانوا بيراقبوا تحركاتهم منها وبتسمع صوت طفل بيعيط وبتلاقيه موجود على الترابيزة لوحده وبتروح ناحيته وبتيجي من وراها شيبرد وبتقول لها انها كبرت عن اخر مرة شافتها فيها وان ابوها وامها اشتروها منها وهي طفلة قبل ما المشتري اللي هو ابوها يقتل والدتها ليديا الحقيقية وياخدها منها وان والدتها الحقيقية كانت قوية زيها لدرجة انها كانت الوحيدة اللي عاشت من ست امهات زيها وبتديها ملفها وبتعرف بث ان الحلم اللي كانت بتشوفه والطفل اللي فيه ما كانش ابنها انما كانت هي نفسها وهي طفلة قبل ما تتباع زي ما كان طفلها هيتباع وبتقرر بيث انها تقتل شيبرد لكن البندقيه بتكون فاضيه وبتهاجمها وبتمسك المفاتيح اللي معاها وبتطعن بيها شيبرد وبتفتح بطنها زي ما هي فتحت بطنهم وبتاخد طفلها وبتتصل بالبوليس وبتعرف منهم ان جوزها توفى في حادثه عربيه وبتعدي مده وبتروح بيث تزور والدتها الحقيقيه ليديا في المقابر وبتلاقي ان في راجل عجوز كان بيزور قبر ليديا برضه وبتسال عامل في المقابر وبتساله عن العجوز ده وبيقول لها ان ده زوج ليديا وانه وحيد ومش بيتعامل مع حد من لحظه اللي حصل مع مراته لما اختفت هي وبنته اللي كانت مراته حامل فيها وبتعرف بث ان ده والدها الحقيقي وبتقرر انها تروح تزوره. الفيديو ده كتبه يوسف ابراهيم وسجله محمد طاهر ده اللي هو انا يعني ومنتجه محمود مجدي. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحه فيلم في الخمسينة عشان تتابعوا الملخصات الدراميه وفولو لصفحه محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميديه. سلام.